السلام عليكم دراري الدريات، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. معكم فريق حسان في فيديو جديد ورياكسيون جديده. ان رياكتيو على الراب الجزائري ديدن كانون 16 لاح واحد التراك على ما اظن وقيل على المنتخب الجزائري. غنشوفوا البلان كيدير، يلا نبداو. الخوت نشوفوا ديدن كانون 16 بلي هنا الصطاد، يعني يكون يمكن تراك على المنتخب الجزائري. يلا نوركو على بلاي، عطينا الصوت. يس يس هو داخل الصطاد وهز كرة، يعني نشوفو البلان. سميش تراك في طافي، دير حياتك.
يا سلام يا سلام يا سلام، هذا راه اكستريم من الالبوم اتلانتيس. غيلوح البوم سميتو اتلانتيس، غادي يخرج ان شاء الله في جوي، في لو 5 جوي ان شاء الله غيخرج. والتراك هذا راه بعد الليله حدا راه ديال الصيف، يعني راه ما تصيف وغادي ديكابوطا بنعم السيو. المهم الخوت، الى عجبتكم رياكسيون على دي كالون 16 زل تابوني عندنا في القناة ودير لايك وكومنتير. شوفكم في فيديو جديد، تهلاو.